ما كان فكرتي انه يتعامل حاجه عند علاقه بالبلد. اسبوعين بعد ذاك هو بقى اللون بقى في مشتركات بين المبنى ده وبين البيت الابيض، مع انه انا شخصيا ما اشتبت الابيض في حياتي يعني العلم يعني، لكن طلعت فيه اشياء كثيره مشتركه. وبعد ذاك اطلقوا عليه الناس اوباما هاوس، ممكن يسمونه اوباما هاوس، اوباما هوم. حلوة انه بيتنا يعني، حلو انه يعني كلمة بيتنا فيه هي الكلمة الحلوة، لكن طبعا الواحد زي ما بيقولوا اتفاجأ بالاسم بتاع اوباما هاوس او البيت الابيض. مساحة البيت كأرض عامة حوالي 4700 4800 في حدود دي، انا اوبس 5000. المساحة المبنية عبارة عن 25 في 60 يعني 1500 متر مربع للمساحة المبنية. البيت عبارة عن حوالي 35 غرفة تقريبا. فبالنسبة للعامة هو بيت مزار، بيجوا الناس يخشوا يتفرجوا، ما بنمنع زول يخش. فالحد يوم امبارح الباب خبط، فتحوا الباب جو مروا بنتهوا وما معهم حتى كان راجل يتذكر وزوجها وولدها. فدخلوا البيت وتفرجوا، حاموا البيت كله، ما خلوا اوضه ما دخلوها ومرقوا. لا ما بيتباع بالدولارات ولا بيتباع بأي حاجة، غير انه موضوع البيت الابيض والكلام ده، لانه هو بيت يعني جامعني احنا كلنا، فمستحيل احنا نفرط فيه.